هو ايه ده اصلا؟ كامل كامل مخدتي 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 وبطانيتي. انت ايه اللي جابك من العراق؟ سهرتوا لحد دلوقتي؟ مش عارفين ننام من شخير اخوك. مش عارفين تنام؟ امال انا اعمل ايه يا ام؟ ده خد كل بطاطين العماره ومخدات الحته. وانت اتاخرت ليه؟ كان عندي شغل. بقول لك يا ام، نعم، لما فيهاش رساله يعني مكتوب بطانيه. يا عمر الدنيا برد. طب قومي يا بنت هاتي لي بطانيه مخده. طيب حاضر. غريب. امسك. هات يا باشا. استنى. اشحن يا معلم. تسلمي لي يا طول. اي خدمه. صباح على خير يا ام. انت صباح على خير يا حبيبي. ايه ده عمر؟ صباح الخير. مش حوايدك يعني تيجي بدري؟ هو انا نمت طول الليل. ايه ده مالك؟ تعبان ولا ايه؟ مش تعبان ولا حاجه، يعني بذمتك مش عارف انا كنت سهران طول الليل ليه؟ ليه؟ هنقف نتكلم في الشارع؟ مش ليا شركه فوق نتكلم فيها؟ يلا يلا يا اخو. يلا صباح الفل يا عم خليل. صباح الفل. ما هو مصب عليا قبل كده. معقولة؟ معقولة هتفتح الباب وأنا موجود؟ والله ما يحصل. الله، انت ايه اللي اخرك كل ده بره؟ المفتاح يا شيخه مش عايز يخرج من الكرون خالص. اتفضل يا باشا. قولي بقى، انت ايه اللي كان مسهرك امبارح طول الليل وما خلاكش تنام؟ مين انا؟ افتكرت. تفتكر ايه؟ ايه؟ الفكر. لما بيمسك في دماغ الواحد ما بيسيبوش عنه. طول الليل صوره واحده عماله تيجي في بالي. يا ترى صاحيه ولا نايمه؟ قاعده ولا واقفه؟ بتفكر فيها زي ما بفكر فيها ولا لا؟ تفتكر ده يا هانيا؟ الحب؟ لا حبيبتي شكلك ما سمعتيش السؤال. بقول لك تفتكر ده ايه يا حبيبتي؟ الحب. لما دي تاني مره اسالك ما ترديش عليا. خلاص انا مش عايز اضغط عليكي. لا بليز اضغط.
خالي؟ يا حبيب خالي وسرحان في ايه؟ يعني رايح فين على الصبح بدري كده؟ هنلف لفه كده اشوف اعمل ايه. لوحدك؟ لوحدي ايه بقى، ما انت بقيت معايا اهو. ايه مفيش اي مشروع زقزق في دماغك لسه؟ والله يا خالي من حيث الزقزقه لسه مفيش حاجه زقزقت، بس اللي انا واثق منه قوي بقى ان عايز اشوف ايه اللي ماشي موضه وامشي معاه. هي الموضه، انت كده جيت لي في منطقتي. حبيبي يا خالو. يلا بينا. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا باشا. صباح النور. غريبة، أول مرة يعني أشوفك في الشركة بدري. ده النشاط الغريب قوي ده. ما غريب إلا الشيطان سعادتك، اعتبره اجتهاد. أيوة بس عادة يعني مفيش أوردرات بدري قوي كده. من باب الاحتياط، مفيش حاجة بقت مضمونة اليومين دول، أي حاجة بقت وردة. عموما محدش بيكره الرزق، ربنا يوسع علينا جميعا. لو قلنا يا باشا، هو سعادتك ما تعرفش سعر الدولار بكام النهارده؟ اشمعنى الدولار يعني؟ اشمعنى الدولار؟ ايش؟ اصل كامل اخويا جاي من السفر وبقاله فتره مسافر يعني ومعاه كذا الف دولار. كنت عايز اغيرهم له على اعلى سعر. سيادتك عارف القرش بيفرق قد ايه في الالف؟ لا ما اعرفش. طب سعادتك مش فاكر اخر مره غيرته على كام؟ لا يا عمر. طب لو جبت لك يا باشا مثلا. عمر وانت جاي الشركه بدري عشان تقعد تتناقش معايا في سعر الصرف؟ لا طبعا يا باشا، من حقك ما تقولش دي اسرار. عن اذنك يا باشا. لو عايز غير جنيه سوداني بقى. بقول لك يا عم خليل، محدش سأل عليا؟ لا. ولا على الموتوسيكل؟ قريتك. احنا هنا في مستشفى الامراض العقليه. ايوه، امال فاكر نفسك فين؟ في الاوبيس يعني. ماشي سيبك منها، تعالى مرن مين يا راجل يا طلاق. الله يخرب بيتك. انت ايه اللي معادك هنا؟ معادني؟ انا بقيت انام هنا اكمل من شخيرك. خدها مني قاعده، طالما بتشخر حلو تبقى نايم حلو. مالك يا عمر؟ مفيش. حد طلب مني خدمه وبعد ما عملتها له فص ملح وداب. طب ما تتصل بيه يقول له انا خلصت له مصلحه. ما انا لو معايا رقمه كنت كلمته يا زكي. لا طالما الموضوع كده وليك فلوس عنده يبقى عليه العوض. يبقى قابلني لو شفته. شكلها كده لصبايا يا معلم.